هولا اميغوس، هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد انا واشرف، رح نسوي فيه تحدي النشيد الوطني. ورفيقتنا هلا وراء الكواليس هي رح تعطينا بعض النشيد الوطني تبع الدول العربيه واحنا رح نحاول نحزره. هي رح تعطينا يعني ثلاث اختيارات، لانه بسم الله ما شاء الله احنا وياها ما بنعرف ولا شيء عن الدول العربيه، كل حدا يعرف بس النشيد الوطني تبع بلده. انا سويت زمان هذا التحدي، اذا بعدكم ما شفتوه رح اخلي لكم هون نوتيفيكيشن عشان تحضروا التحدي. فالدول اللي احنا سويناها في التحدي الماضي ما رح تظهر في هذا الفيديو، رح تظهر الدول الجديدة. اوكي بيبي، اذا انت كمان اول مرة بتشوفني لا تنسى انك تشترك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، حطوا لايك كبير لهذا الفيديو، تنسوا انكم تفعلوا الجرس عشان دايما يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد، وتابعوا اشرف في قناته، رح خليكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. ولا تنسوا كمان تتابعوني انا على بقية مواقع التواصل الاجتماعي، رح احط لكم اللينكس كلها تحت، وكمان كل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة باشرف رح احطها لكم تحت. ويلا نبلش. لا ما ياسم، لبنان. هو لسه تكلم. اسكت، لسه ما عطتناش الخيارات. السودان. اسكت اسكت اسكت. لبنان. الاردن. السودان. اسمعوا دايما رح تعطينا خيارات. خلاص سوريا. اسكت، لا بلغش بلغش بلغش، خلي تعطي سوريا. ما لازم تعطينا خيارات، انت ليش عم بتقول؟ ماشي بس سوريا صح؟ مش عارف حد، مش عارف سوريا. غشاش غشاش، بلش على طول يغش. سوريا صح؟ اول ما تكلمش انا لما اقول اختيارات انا ما اتكلمتش. انت بتتكلمش خالص. مش مصر والله ابدا اللي بتقوليها. مش مصر تلف. اسكت 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 اسكت، حط خيارات. اوقف. اي ليبيا. العراق. الاردن. واحد 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 واحد. ايش في ايش في تحولت؟ لكن هي جاوبت. لانه عم يقول الملك، مين اللي ضل الملك يخدم مخك شوي لما تسمع النشيد؟ انا ما فيش كلام. لا في كلام. تعال شبعك حب شبعك دلال. يلا اللي بعد. عربيه؟ لازم اقصي شوي ريلاكس، لانه لما تكون هيك مبسوطة بصير الرياكشن تبعي كتير اوفر. طب لازم دول عربية ولا؟ اي اكيد دول عربية. بس انا ثقافة انجلش. رمز الوئام. حسيته بيع. فلسطين. لبنان. بحرين. لبنان. 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 بحرين. اوه على فكره لما اقول اختيارات هتبقى سهله، هتقعدوا تختاروا قبل ما توصلوا للساحه، مش هقول اختيارات بقى. حاسه انه انا المنحوسه اللي راح تعاقب في اخر فيديو. ما تعطيش مصر عشان هو مصري ويعرف النشيد الوطني المصري، انا ما بعرفوش. تحطي على كده، لو راح تحطي مصر تحطي كمان تونس. لا خلاص حطي مصر بس. اختيارات بسرعه عشان عارفه. اختيارات اختيارات. اقول بعرف هذا النشيد. اسكت. مصر. مصر. مصر مصر واضحه. لبنان. فلسطين. فلسطين صح. طب ما اكيد عشان مش مصر احنا قلنا لبنان، يبقى في فلسطين. انتوا بتغشوا كمان واحده. بتغششوا بعض وانا بتطلع. ايه ما كنتش عارفه. لا 3-1 دي تلغي. لا لا مش تلغي. لا حرام. 3-1 ليش؟ لا لا. انت بتزيد لحظه. في واحده في الاول. خلاص 2-1. لا 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 ما ياسم. ركزي معي حبيبتي، تحضر الاختيارات تبعك. هو بيعرف النشيد الوطني وتبع بلد. 2-1 كده صار. بس خلاص. تبالة. كويت كويت كويت. والله انا الاولى. كويت الاولى. كويت خلاص راحت. انا الاولى. انا الاولى بالله عليكي. لا ما تحسبش عيدي. هو كويت. انا قلت بالله عليكي صح ولا لا؟
الكويت. بالله عليك مين قال الاول؟ الكويت. نص ونص. ماشي خلاص 2.5 واحد ونص 3.5. اسمع ما فيش نص نص. لا لا في نص. اذا نحسب واحد واحد. لا في نص. ما فيش نص. احنا اخترنا نص. جايز بالله عليكم مين اللي قال الكويت الاول؟ مش انا الاولى بعدين هو كان في توقيت ثانيه بيني وبينه. لا لا خلاص يبقى. لا ازاي الكويت؟ لا غير خلاص عيد السؤال. خلاص خلاص عيد السؤال. لا ما تعيدش السؤال. لا تعيد السؤال. خلاص هم فضحونا بسبب 3-2. لا لا والله جماعه الخير. جماعه الخير بليز قولوا لنا لانه عم يغش قدامي وقلبي محروق قلبي مقهور. افشخلي افشخلي الى العالم. وانت ما تتكلمش لما تعطي الخيارات هي بس. اوه قديش حلو الموسيقى. لا مش وحشة. حلوة. من قلت مش وحشة يعني هلو. هتجنن. سودان؟ لا 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 قولي قولي. سودان؟ لا مش السودان. سودان؟ قولي الاختيارات. الكويت لبنان الامارات الامارات الامارات. الامارات. انا قلت صاحبي زي متك مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ الامارات. ما يسمعش تعطي اختيارات احنا ذكرناها. الامارات. اوكي الكويت الامارات. الغيها. ماشي الكويت هتتلغي. الامارات قلب. انا كده 4-1. هي قلت على فكره. لا والله انا اللي قلت الاول بجد. هي عارفه. لا ما ممكن التحدي الجاي هي تفوز ان شاء الله. هو بيحكي كتير بيحكي كتير في الهيك. الامارات يا ريتني كنت رغايه زيك برضه بحبها والله العظيم. انت بتحب الامارات؟ اي مصري بيحب الامارات؟ اي دبي في الامارات. انا بحب الامارات. تحيه لاهل الامارات. انا خسرت يا اهل الامارات. اعزوني يا اهل الامارات. الا شيء حلو افرحوا لي يا اهل الامارات. غشاش. ايش غشاش؟ حرام عليك. اعمل له فوق ايدي. انا كنت عرفته. لا لا الجزائر الوحيد اللي بعرفه. الجزائر. الجزائر والمغرب وتونس. لا ما تقولهمش. لا مش من حقك. ليش ليش ما تقولهمش؟ هذا الشيء خاص بكل الدول العربيه. طب خلاص ما تجاوبش غير لما تقول الاختيارات. لو جاوبت قبليها مش هيعرف. هو ما بيعطينيش فرصة. تونس. والله ظليت سفنة. ماشي مش هتحسب. بس مش هتحسب. راح تتحسب. لا راح. 2-4-3. هو قديش هلا صار؟ انتوا 4-2. ليش؟ عرفت الدولة غيرها. انت ما عرفتش. ما هي 4-2 هي دي دلوقتي. 4-3 بتصير. واحدة قبليها. لا 4-2 والله. بجد؟ بجد. انا حسيتكم انكم بتغششوا بعض لانكم مصريين وانا الاجنبي. 4-2. مصريين بيغشوا بعض. لا بالله عليك اللي في بالي. لا مش هينفع. ماشي خلاص مش مش هحط. بحبي وفؤادي. مصريين بيغششوا بعض. مصر 5-1. رح انتقم منكم بعد الفيديو. على فكرة ما بقولش اختيارات وما تدينيش فرصة حتى لو عارفين. هو رغاي. هو رغاي. انا عارف. انا عارف كل الحاجات دي. انت عارف حاجة اصلا؟ ما كانت قلتي تونس. هو ما كانش. لا وقعدت شوية على فكرة. لا قعدت شوية لانه كنت عم بتخانق. اول ما قلت مصر. لا لانه انا كنت عم بتخانق معاك. لان وطني مصر. قولي الاختيارات كده. اقول خلاص اوقف. قول. طب المفروض تمشي شويه. السودان الجزائر.5-3. 5-3 ليش؟ مصر اللي كسبتني. نسيتي مصر؟ نسيتي مصر. نسيتي مصر. انتي ما حسبتيش تونس على فكره. حسبتها. لا كانت 2 ولا حسبتها؟ لا 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 حسبتها. تونس قلتي. تونس وقلتي الجزائر. الجزائر واحده واحده تانية. انا قلت فكره انها اول واحده. اسمها ايه؟ الكويت مش فاكره. الكويت. ايوه قالت الكويت. قلت الكويت. الكويت ما اتحسبتش. 4 ما اتحسبتش؟ لا اتحسبت. لا ما اتحسبتش. والله ما اتحسبتش. احنا 5-3. بتاع الجزائر وجد جابت لها الجزائر. حرام عليك. اقسم بالله انا ما كنت. يمكن هي مش عارفاه. قلت كده خلاص. اصدقاء الجزائريين صفوا جنبي. انا منكم وفيكم. اختيارات. حاسه انه بيعرفها هيك على طول بيقول اختيارات.
اخترت بسرعه. اسكت. السعوديه. اسكت اسكت يا بشاش مش بدون اختيارات. حطي اقول اختيارات. ما تقولش الا بعد 3 ثواني من اختياراتها. السعوديه عمان اليابان. سعوديه عمان. عمان. كملت 3 ثواني وانا صبرت لانه صبرت 3 ثواني صح. وانت جاوبتي الاول وسبتك تجاوبي. عارف انك انت هتقول السعوديه. ليش كنت عارف اني راح اقول السعوديه؟ انا عندي متابعين من السعوديين كتير. وجه الخاسرة. شو ما سمعنا ولا كلمة. سودان. سودان. انا قلت الاولى تحدث الان. غلط. اللغة بتاعتهم كده. وانا كمان حسيت. السودان معايا في الجروبين في اخونا انا وانتي. موريتانيا. موريتانيا. اسكت الصومال. اسكت. موريتانيا. جيبوتي. الصومال. موريتانيا. جيبوتي. لا ما قالت غلط اول حاجة. لا لا قالت غلط. لا 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 ما انا موريتانيا وانت قلت. عندي الحق. عندك حق. بلا غش. بلا غش لو سمحت. غششت بما فيه الكفاية. مين اللي غش؟ انت. اللي بتحكي غش. طب والله اللي سيبها لك. 6 4. كون معي يا رب. كون معي ما بدي يعاقبني يا رب. يا رب انت شايفنا يا رب انا هاو يا رب. يلا. انا مش مسامحك. لا ما تتكلمش. لا لا انت قلت ما تتكلمش. كل المحبة لأهل السعودية هذا غشاش. والله لازم انت بالسعودية. والله بالسعودية. السعودية. لا راح تحتسب السعودية. 6-5 ماشي. خلاص ما انا هتكلم معي. الله حاميني والله معي والله. والله حرام عليك. والله ما رضيتش اتكلم. احس السعودية بحب. استلمت الكسبان. دعولي انه انا اكسب يا اهل السعودية وكل كل تيم فروغ. لا بس ماشي ان شاء الله هتكسب هنشوف. انا حاسة. انا قلبي دليلي قال لي حتفوزي. لا. ضربون سلطان. هذا نشيد وطني؟ تحت قص انا راح عرفتها جزر القمر. تعادل. 6-6 خلاص. 6-6 خلاص اخر نقطة؟ اخر نقطة. الفرق. الحمد لله الله بيحبني. هي دعوات امي ورضاها علي انه انا متبهدل وبتعاقبني برا في الثلج. يعني انا امي مش بتدعي لي؟ ابقى ادعي لي يا ستي. تعادل. هي اللي تعادلت معايا مش انا اللي تعادلت معاها. لانك انت غشيت بما فيه الكفايه فالله بعدين وفقني. الجمهور هيعرف مين اللي غش. هو اللي غش. هي اللي غش. انت منظر غشاش. شوف شوف وش ده منظر الغشاش. اوكي جايز هيك بنكون وصلنا لهذا الفيديو. بتمنى انكم انبسطتوا وتسليتوا معنا واكتبوا لنا تحت افكار لتحديات بسويها انا وهذا الغشاش. انتم احكموا في التعليقات مين اللي غش مني حسيتوه غش. انا هذا منظر انسانه بريئه وكيوت وهيك. بسم الله ما شاء الله ولا تخشق ولا تقول سبحان الله. اذا عجبكم هذا الفيديو بليز انشروه مع كل العالم مع كل رفقاتكم. خلينا نوصل للشانل او نسوي حمله في القناه حمله ال 200,000. خلونا نوصل بسرعه لل 200,000. انشروا رابط القناه والفيديوز مع كل رفقاتكم بالمدرسه او بالجامعه او واتساب. اوكي بيبي مع كل العائله جروبات الواتساب. بيبي ديروا بالكم مع حالكم احلامكم وقلوبكم. ان شاء الله هنتقابل في فيديو جديد. لو حابين ان احنا نعمل فيديوهات مع بعض اكتبوا لنا في الكومنتس. ارمون يا بيبي. ارمون.